من الحاجات برضو الحلوة في مصر يا جماعة ان احنا نلاقي مدرس ماسك مقشة وبينظف مدرسته، وبعدين تلاقي بعض رواد السوشيال بيتنمروا عليه ليه؟ انا مش عارف يا جماعة. حاجة جميلة. طيب المدرس اضطر يقول لهم ايوه انا بشتغل عامل وفي مطعم وباكل عيش وده مش عيب. هو فعلا مش عيب خالص. طبعا هو يعني قد تكون هناك وجهة نظر انه المدرس، ويمكن دي قالها مرة معايا في احدى الحلقات الفنان القدير محمد صبحي، المدرس لابد خصوصا مدرس ابتدائي انه يبقى دخله كبير جدا عشان ده يبقى يعني مستور وحالته المادية كويسة ويبقى نموذج وقدوة للتلاميذ. لكن في العالم كله احنا كنا بنشوف مدرسين يعني بيشتغلوا في مهن كتير. يعني في مسلسل كان بيتعرض على نتفليكس اسمه بريكنج باد، اللي هو كان المدرس كيمياء الثانوي بيشتغل يعني بيغسل العربيات بعد المدرسة، وكان الباد بويز او التلاميذ الوحشين يعني كانوا بيروحوا يسخروا منه لانه كان ملتزم جدا وكان جد جدا. يعني الحكايه دي موجوده في كل العالم. طيب انا معايا المدرس المحترم النظيف، راجل نظيف، مدرس نظيف، الاستاذ يوسف صادق. استاذ يوسف اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اولا بحييك. الله يبارك في حضرتك. انت والله انا بحيي الناس كلها اللي شايفيني دلوقتي وبحيي حضرتك. انت نموذج رائع يعني نموذج يعني يشرف، عكس اللي تنمروا. وبعدين انا بعرض صور، انت راجل متكرم في كذا مكان. ايه اللي حصل؟ هو ايه الموضوع اساسا عشان الناس بس تبقى معانا؟ نعم حضرتك. والله يا حضرتك انا يعني في نموذجين بحتذي بهم دايما في حياتي كلها من صغري. الحمد لله يعني من صغري وعيت ان لقيت أمي ربنا يديها الصحة بتشتغل وتصرف على البيت وقايمة بدور الأب والأم وبتشتغل في أكثر من مجال. النموذج الثاني أخوي برضه متحمل المسؤولية جنبها، فكنت بشتغل عشان أساعدهم. الحمد لله متحمل مسؤولية نفس التعليم الابتدائي إعدادي ثانوي مرحلة جامعة. فالحمد لله كنت يعني فخور بيهم وبساعدهم الحمد لله. بنينا بيتنا، جوزنا إخواتنا، جوزنا نفسنا يعني من صغري وانا الحمد لله. انت راجل عصامي. ايه المشكله بقى؟ ايه اللي فجر خلاك ترند النهارده بقى على السوشيال؟ والله وحضرتك انا يعني بعد اليوم الدراسي بشتغل في اكثر من مجال. اوكي. يعني ممكن اشتغلت عامل في فرن، مخبز عيش، عامل في التبيله الرياضي. الله عليك. اشتغلت في النحاره مع اخويا الكبير. تمام. حضرتك ابن خالتي الدكتور وائل منصور في بيلا. مشهور، عمل مطعم ونقله كبيره حلوه لبيلا، مطعم مزاج، وانا ما بقولش عشان الدعايه. فالحمد لله المطعم والمكان فخر لبيلا وفخر ليا. فقال لي يا يوسف انا محتاجك معايا ابعدك عن الشغل اللي هو يعني بيزيدك ضغط عصبي او ضغط بدني. فتيجي معايا بعد اليوم الدراسي تشتغل حاجه اسمها سوبر فايزر، مدير خدمات يعني. تمام. مشرف على السكيورتي، مشرف على عمال النظافه. تمام. فانا بحكم شغلي الحمد لله في اي مجال بعمله بايدي وبساعد اللي معايا. فمسكت مقشه ونظفت. ممكن عامل يوم بيغيب عامل. تمام. فحضرتك مسكت المقشه ونظفت المكان. انا كل يوم كده يعني حضرتك، انا حتى في بيتي في مدرستي. طيب. بعمل كده. حد بقى مكان. حد صورك وقال ده المدرس اللي بيشغلك؟ يعني ده ايه اللي حصل في ايه اللي اثار الجدل؟ هو اللي اثار الجدل اللي صورني او صورتني الحمد لله ما ضافش حاجه جديده، انا ما باجيش شغلي وانا متخفي يعني. تمام. لكن اللي كان اللي اثار الجدل يعني ان كان الغرض منه السخريه. تمام تمام. ان الناس مثلا سخروا مني او كان الموضوع تنمر او استهزاء. لكن الحمد لله يعني في بدايه الامر تعبت طبعا، تاثرت نفسيا من الموضوع وناس كتير اذروني والحمد لله. طيب انت عندك بنت لميس ربنا يخليها لك، هل لميس زعلت من الصوره؟ هل عاتبت عليك؟ هل قالت حاجه؟ بالعكس يعني انا لقيتهم من اوائل الناس المتواجدين عند المطعم. والمدام اصرت بنفسها وبنتي اللي هم يكنسوا معايا الطرقه. ايه الجمال ده؟ ويساعدوني. ده انتوا اسره جميله. في عملي ويقولوا للناس كلها وللشيفات اللي موجوده في المطعم احنا انا بنت الاستاذ يوسف وانا مدام الاستاذ يوسف وجاي اساعده في شغله، يعني ده مش عيب، ده شرف لنا
ان هو بيضيف كمعلم، اللي هو بيضيف ان هو بيشتغل وبيكسب بالحلال، وهو رمز للشباب كتير في البلد. والله والله انا بحييك، انا بشكرك استاذ يوسف، وبحيي اسرتك انها كمان بتدعم هذه الروح. يعني وجماعه يعني انا مش عارف الناس اللي فاضيه دي بتتنمر يشتغلوا، يعني انتوا يعني انا رايي ان اللي بيتنمر على موقف زي ده يبقى يعني مش عارف يعني ايه قيمه العمل، اشتغل مش قادر تعمل حاجه، ما بس يعني فلتقل خيرا او لتصمت.